السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ونورنا السي علاء الدين. والله نورنا جميعا. امين يا رب العالمين. لو كان بايدينا النور او الظلمه لكل منا اتخذ لنفسه مقام. الله الله. انما الله ليس الله بايدينا يا اخي. ليس لنا الا ما شاء الله لنا، ولن نكون الا كما يريد. ولا يريد ربنا الا الخير. فعلا هو الله لا يريد الا خيرا، لانه يزيح الشرور ويزيح الضرورة ويحيدها عن عباده ويدلهم على طريق الخير والوصول إلى مقاماتها العلى. وإن كنا نحن دائما في الحقيقة في الدنيا ندنو وندنو ولا نعلو إلا بإذن من الله. لا إله إلا الله. هذه هي الحقيقة. ما الذي أتى بعلاء الدين إلى جانب البحر اليوم؟ في الحقيقة المكان هذا في الصراحة الله شادي نقوله. وعندك تسقط عندك. وكان عرشه على الماء. سبحانه. وكان عرشه سبحانه. على الماء هو المكان هذا في الحقيقة القداسة الروح يا والمصدر ديالو يا كريم. أن سبحان الله إذا كانوا في الحقيقة بعض النصارى أو بعض اليهود وبعض المسيحيون وبعض الذين يسمون في هذه الأيام بالماركسيون وغيرهم من الطبقات والماسونيون والماسونيون وغير ذلك من الطبقات البشرية يبحثون، أولئك القوم هم الذين يفكرون كيف يبحثون على المصدر، المصدر من أين هذه الروح؟ لربما والله أعلم كما قال أحد الأعراب وأحد الذين هم من أعراب العرب، قال والله على ما أرى لو علم الناس ولو علم هؤلاء البشريون أين الله وأين المصدر لذهبوا إلى الخناق معه والخصام معه. ويذكر الله ربنا هذه الأحوال في كتابه الكريم، يذكر على أن هذا الإنسان كان خصيم مبين. إذا أصبح الإنسان يفكر في أن يجد المصدر ألا وهو مصدر الله عز وجل ليذهب إليه ليخاصمه لأمور قد حدثته في نفسه، لأن هذه النفس في الحقيقة كما ذكر ربها وأحوالها أمارة بالسوء. إلا هم هؤلاء الأقوام في الحقيقة صح. هؤلاء الملل وغيرهم من لا ملة لهم يفكرون أين مصدر الله ليذهبوا إليه ليخاصموه، لما خلقتنا ولما قدرت علينا الشر ولما فعلت بنا كذا وكذا ولما أفقدتنا كذا وكذا، وهذا من سوء حالهم. أما نحن والحمد لله. هل نحن سنخاصم الله سبحانه؟ أبداً. وإن كنا نعرف مصدره. إذن وكان عرشه على الماء. كيف يتجرؤون؟ وكان عرشه يتجرؤون هذا من كفرهم يا أخي العزيز. هم في الحقيقة ضالون ولا يعرفون مصدر الله. وإن كان الله قد عرفهم المصدر على قدر أولئك الذين آذانهم واعية التي تتدبر وتتأمل وتتفكر وتتذكر في خلق الله لتصل إلى مبالغ المعرفة، ألا وهم رجال أعراف سبحان الله عارفون ويعرفون، وعرفهم الله بأمور لم يعرفوها غيرهم من الناس، عارف يعرف ويعرف ولا يعرف. إذن نحن في الحقيقة وإن عرفنا الله بمصدره لا نفكر أن نخاصمه، بل بالعكس والعكس صحيح، نذهب إليه لندعوه ونطلبه ونسأله ونستغفره، ونعلم أن ربنا هذا في الحقيقة لن يخيبنا. هو عظيم، هو عظيم سبحانه وقد فاق عن كل وصف سبحانه. وهو في الحقيقة تعالى عنا وعن أعمالنا الحسنة والسيئة. والحق الحق أقول علينا أن نخاصم أنفسنا وأن نخاصم عدونا وأن نخاصم بعضنا البعض، ثم نتصالح من بعد ذلك وبإذن من الله، لأن الله لا يريد بعباده إلا الصلاح. صح. إذن نحن عند هذا عند هذا عند هذا ماذا أقول، هذا البحر، البحر الذي كما ترى لا حدا ولا مدى له يحده بين السماء والأرض، وإن كان في هذه الأرض فمصدره من السماء سبحانه. وهذا المصدر الذي وكان عرشه على الماء هو مصدر الله عز وجل، وحملة عرشه ثمانية وجنوده المدججون والتي لا تراها عين الإنسان. والله إن كان ربنا يريد بنا شرا لسلط علينا أصغر جنوده لضمروا هذه الأرض ومن عليها. يا رب السلام يا رب السلام. إذن ما على هؤلاء القوم في الحقيقة وهؤلاء الناس إلا أن يعودوا إلى حالهم وأن يعودوا إلى أنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم والتعاليم الربانية التي قد أنزلها عنه
ما سمى به ربنا وأراد أن يسمو بهذه النفس البشرية، ولن تسمو إلا بسمو هذه الرسائل السماوية التي حصل لهم الشرف بالتقدير ونعم القادرون بحق قدره العظيم أن ينزل لهم هذه الرسائل ليسوقهم إلى طريق الهدى والصراط المستقيم ليصيروا إلى ذاك المقامات العالية. أنت الآن تفسر لنا سؤال كنت سأطرحه عليك. نعم أخي. أي كيفية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيفية الوصول إلى الله في الحقيقة؟ سبق أن طرح أحد الإخوان هذا السؤال علي، قال لي طرحه على علاء الدين. إن هذا السؤال في الحقيقة ماذا أقول، هو سؤال وجيه، لكن كيفية الوصول هذه إلى الله لا تصل إلى الله إلا عن طريق صلة جعلها الله بينه وبينك وأرادها بمحبته فيك عن طريق الروح القدس الذي قال ربي ربنا الكريم فأيدناه بالروح القدس ومن اتبعه إلى يوم الدين. إذا كانت الصلاة قد فرضت على أبناء المسلمين والمؤمنين في آخر الزمان وعلى حساب خاتم الرسالات، إن هذه الصلاة في الحقيقة قد فرضت في الأزمان الأولى عن رسالة داود عليه السلام وموسى وعيسى. ألا يقول ربنا الكريم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلى آخره. إذن هذه الصلاة في الحقيقة هي الصلة وهي الوصول إلى الله وهي كيفية الوصول إلى الله. الصلة بينك وبين ربك هي كيفية الوصول إلى الله من الدنيا إلى الآخرة لتكون في ذاك المقام الذي قد جعله لك في آخر المطاف أن تصل إلى شاطئ الأمان الذي يأمله الإنسان المؤمن خاصة. إذا نحن عند هذه المحطة وكان عرشه على الماء، نحن عند المصدر، المصدر الأول في الحقيقة الذي هو من منهل سماوي وإلى المنهل السماوي الذي لا انقضاء له ولا أجل.